للحديث عن التعديلات على قانون العشوائيات ومقترح دفع ساكني العشوائيات بدلات إيجار لمدة 25 سنة وكذلك دلالات ذلك بشأن التوقيت، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، بداية مرحبا بك. كيف تقرأ جملة من التعديلات على قانون العشوائيات؟ هل تنطلق بالفعل من مصلحة ساكني هذه المجمعات اللا قانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعلى بيت الطيبين الطاهرين. نهني العالم الإسلامي ناصرة المولد النبوي الشريف، نسأل الله العلي العظيم أن يمن على بلدنا بالخير والأمن والأمان. أولا عودة إلى سؤالكم، حقيقة هذا القانون هو وهب من لا يملك إلى من لا يستحق. القضية العشوائيات أولا هي غير قانونية من ناحية القانون والدستور، اثنين هي لا تؤمن حقيقة عيش لساكني هذه العشوائيات، لأنها تشكل أولا تشويه للمدينة، تناقض التخطيط الحضري العمراني للمدينة، اثنين لا تمتلك أي مقوم من مقومات السكن من ناحية الأمان، من ناحية الخدمات لا يوجد فيها خدمات تصلح لأن يكون المواطن يسكن هذه العشوائيات بهذا الشكل، لأن كلنا نعرف كيف بنيت هذه العشوائيات، وأصبحت كل من يأخذ أو يستولي على قطعة أرض هنا وهناك ويبني عليها بشكل عشوائي. ثلاثة، الأمر الآخر، هذا القانون وتوقيته هو لأغراض لأهداف لا تصب في مصلحة حتى الناس الساكنين في هذه، لأنه عندما هذا القانون هدف منه هو تحسين صورة من يطلب هذا الأغراض انتخابية وأغراض حقيقة لا تخدم المواطن ولا تخدم، لكن هي تجعل لهم تبيض صفحة مثل ما يقول هذا المثل العراقي، تبيض الوجوه السوداء لكي يبان أنهم يهتمون بمصلحة المواطن الذي أهمل خلال فترة العشرين سنة، والموازنات المادية بالمليارات التي أهدرت وذهبت خارج العراق لم يستفاد منها المواطن العراقي. لماذا تصر الأحزاب دكتور السياسي على إبقاء هذه المناطق العشوائية رغم إقرار الجميع بخطر وجودها وتشويهها للمدن ذات المكانة التاريخية كبغداد؟ المشكلة مشكلة سياسية، يعني هو من يسكن هذه العشوائيات، يعني هذا من ناحية. الناحية الأخرى هم ما جاءوا ليبنوا، جاءوا ليخربوا، فبالتالي البناء الصحيح أنه نهتم بتوزيع الأراضي على المواطنين بكلفة واطئة، نساعد الفقراء على أن يكون هناك مجمعات سكنية، نستغل البحوث الجامعية والجامعات العراقية لاستنباط كلف واطئة الكلفة السكن. أنه حقيقة الأمر في العراق إحنا لدينا مشكلة سكن كبيرة جدا وطلب كبير على الوحدات السكنية، المناطق أصبحت محصورة. الأمر الآخر أنه قدرة المواطن على أنه يبني بالكلف الحالية الموجودة وحسب المواصفات التي يجب أن تؤمن المواطن، نبني بيت، نبني عمارات مثل ما صار في العمارات اللي أعطيت للمستثمرين وانهارت بعد 4 سنوات، وهذه كارثة بحد ذاته، لأنه لا توجد حقيقة نية للإصلاح. الأصح أنه نحسب هذه العشوائيات، نحل مشكلة المواطن بشكل تدريجي. في نسبة الفقر بالشعب العراقي أصبحت في اعتراف أكثر من 40%، هذا يعني أنه 40% من الشعب العراقي غير قادر على أن يوفر حياة كريمة له، أول هي السكن. فبالتالي استثمار هذه الحاجة من قبل الأحزاب هي حقيقة بحد ذاتها هي جريمة مركبة. وزارة التخطيط دكتور تكشف عن أكثر من 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق مع كل الإمكانات التي يتمتع بها العراق، ما الذي يمنع الدولة من طرح مشاريع تطوير عقاري لهذه العشوائيات أو طرح مشاريع إسكانية؟ العراق بلد غني فيه ثروات هائلة، فيه نفط، فيه واردات نفطية، أين المشاريع؟ ألا يملك العراق الغني بالنفط هذه القدرات؟ الحكومة هنا، الدولة،
ما هو تعريفها مفهومها أمام عدم تأمينها لإحساس وشعور المواطن بانتمائه لهذا الوطن بعدم تهديده بطرده من سكنه؟ لأنه ببساطة شديدة الذين القائمين على الحكم والذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية هم ليس لديهم انتماء لهذا البلد، نقطة راس سطر. كلهم على إطلاقهم أتوا لمصالح دول أخرى استعملتهم من أجل تدمير العراق وسرق ثرواته والاستغناء على حساب المواطن العراقي. نحن عندما نطالب مطلب منطقي أنه هناك دولة نفطية صادراتها بالنفط تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، أين تذهب هذه الأموال؟ ما هي المشاريع؟ هم لم يبنوا بناية، لم يبنوا بناء لأجل مصلحة المواطن. خذ كل المشاريع التي نفذت بالعراق، أوقف الصناعة، أوقف الزراعة، أوقفوا كل حلقات الإنتاج في الإفاق، أصبحت البطالة هي الشائعة. لمصلحة من؟ لمصلحة إيران ومصلحة الدول الأخرى التي استعملتها في العراق. بالتالي عندما نطالب هذا المطلب أن يكون هناك مشروع طويل الأمد لحل مشكلة أزمة السكن في العراق، هذا يعني أن القائمين على العملية السياسية هم حقيقة يفكرون في مصلحة المواطن العراقي، وهذا حقيقة يجافي الواقع ويجافي المنطق ويجافي حقيقة هؤلاء، لأنه هو الذي يحمل السلاح ويقاتل مع دولة أخرى 8 سنوات ويأتي يحكم، هذا لا يمكن أن يتصور المواطن أنه جاء ليخدم العراق أبدا. والاعترافات الأخيرة اللي ظهر بها أحد أعضاء منظمة بدر واضحة جدا، وأعتقد أنه البقية الذين التحقوا بالعملية السياسية همهم التقاسم المال السحت اللي هو من دم المواطن العراقي. ويعلم العراقيون ويعلم المسلمون بشكل عام أنه المال العام أشد حرمة من المال الخاص، ولكن هؤلاء ما أبقوا حرمة لا للمواطن ولا للدين ولا للشرع ولا، لأنه حقيقة أين تذهب أموال العراق لما تأتي على مواطن يسكن عشوائيات من ضيمة؟ يعني خلينا نحكيها باللهجة العراقية، يعني يسكن من ضيمة لأن ما عنده بديل، ما وفر ولا بديل، لاكو عمل لاكو. يعني احنا عندما كانت العراق يمتلك صناعة ويمتلك زراعة ويمتلك مشاريع وهناك تطوير رغم الخسار، ما مر المواطن العراقي بهذه الضائقة وبهذه الحالة. بعدين قضية البناء العشوائيات اللي هي حقيقة غير منظمة، هذه لا تخدم، لأنه أولا تشوه منظر المدينة، اثنين لا 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 ليس فيها أي عامل من عوامل الأمان ولا الخدمة للمواطن، لأن الدولة ملزمة أن تؤمن الخدمات من الماء والكهرباء لكل بناء في العراق عندما يكون قانوني. إذا كانت هذه العشوائية تكون غير قانونية وغير مرتبة، لا توجد لا شبكة مجاري ولا شبكة كهرباء ولا شبكة ماء، وكل ما فيها هو خطأ بخطأ، إذا ما هي باب الخدمة الذي يقدمها؟ من عمان الأكاديمي والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك ونعتذر لك لضيق الوقت.